أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد في حصة زينو همة. جيتكم اليوم بوصفة لحلوة جافة سهلة التحضير، سميتها حلوة الشطرنج. نشوفوا المقادير مع بعض. عندنا 250 مارغرين طرية، 150 عفوا سكر ناعم، 200 غرام مايزينا، عطر الفانيليا وخميرة كيميائية 10 غرام، زوج حبات بيض، مغرف تاع ماكلة كاكاو، والفارينة الكمية اللازمة اللي نحتاجوها. أما التزيين عندنا الفستق مرحي ومربى المشمش. نبدأ بتحضير العجينة. نحط الزبدة نضيف لها السكر الناعم خلطوها مليح نزيدوا لها المايزينا نخلطوا من الأحسن باليد حتى تدخل المايزينا والسكر الناعم مليح في العجينة تاعنا في المارغرين. من بعد نزيدوا البيض حبة بحبة ندخلوا البيض مليح نزيدوا الحبة الثانية نفس الشيء نخدموها حتى يدخل مليح البيض في المزيج تاعنا في هذه المرحلة سيدتي نقسموا المزيج تاعنا على اثنين جزء يكون كبير على الآخر الجزء الأول نلموه بالفارينة اللي كنا ضفنا لها عفوا رانا نضيفوا لها عطر الفانيليا والخميرة الكيميائية نخلطوه مليح نلموها بالفارينة بهذه الطريقة نزيدوا لها شويه فارينة هنا نستعمل اليد تاعي العجينه تاعي تكون ماشي ناشفة بزاف وماشي طرية بزاف نلموها العجينة راهي مليحة كما راك تشوفي سيداتي العجينة تاعنا راهي تلمت
نخلوها ترتاح. دايما العجينة تاعنا نغطوها. خلوها بجه ونخلطوا الجزء الثاني. نضيفوا له ملعقة تاع أكلة بودرة الكاكاو. ونلموه سيداتي بنفس الطريقة اللي لمينا الجزء الأبيض. هكا نتحصلوا على عجينة بيضاء وعجينة بنية اللون. نضيف نزيد لها هنا شوية كاكاو. ونلموها بالفرينة، هي الأخرى فيها الخميرة الكيميائية وعطر الفانيليا. كما كل مرة نقول لكم عجينة السابلي ما تنعجنش، لموها فقط بالفرينة. لو كان تعجنوها بالك ملفا ترى لك سيدتي تتكمش الحبة في الفرن، شكلها ما يقعدش هو هو. نكمل لمها بيدي. هنا تحصلنا سيدتي على عجينة بنية اللون. نخلوها بجه. نحتاج العجينة البيضاء والعجينة البنية في نفس الوقت. نحتاج فرينة والحلال. كما كتلاحظي سيدتي العجينة البيضاء لازم تكون أكثر من العجينة البنية. نفتحوها. الارتفاع تاعها يكون 1 سنتيم. كل مرة نستعمل الفرينة. بهذه الطريقة ما تكونش رقيقة بزاف. نزيدو العجينة البنية. السمك تاعها يكون 1 سنتيم. نفس السمك العجينة البيضاء. نحاولوا اننا ما نديروش جهه عاليه على جهه. هنا سيدتي نقطعوا العجينه البيضاء والبنيه على شكل شرائط. العرض تاعها يكون نفس الارتفاع، يعني 1 سنتيم بالتقريب. ح
حاولي سيدتي انه الشرائط يكون عندهم نفس العرض ونفس الارتفاع. نزيد العجينة البيضاء، نقطع شرائط أيضا تكون عندها نفس الطول ونفس العرض. حتى نكملوا العجينة تاعنا هنا نحتاج بياض البيض، نبدأ سيدتي نستف، نحط العجينة البيضاء هي الأولى، نزيد ندير لها بياض البيض من الجنب، ونحط عجينة بنية. دايما نحط بياض البيض، ندير إذا درنا عجينة بيضاء، عجينة بنية، عجينة بيضاء، نزيدو عجينة بنية. نديرو بياض البيض على السطح بهذه الطريقة. في المرة الأولى بدينا بالأبيض، هاد الخطرة نبداو بالبني. باش ما يجوش كيف كيف. ونحط عجينة بيضاء. ونكمل بنفس الطريقة اللي كنت خدمت الطبقة الأولى. ونكملها بالأبيض. هنا سيدتي تقدري تكملي حتى الطبقة الرابعة باش يجيك انكاغي، ولا كيما هنا حندير تقسميها على النص بهذه الطريقة ونحطها مباشرة من الفوق. نحط بياض البيض ونحطها بهذه الطريقة. هذه خلاص ما نحتاجوهاش. تحصلنا عفوا سيدتي على أربع طوابق متخالفين كما راكي تشوفي. نغلفوها سيدتي بعجينة بيضاء، نبسطوها بنفس الطريقة اللي بسطناها في الأول، ولكن هنا الارتفاع تاعها يكون 3 مليمتر. في كل مرة نضيف الفارينة باش ما تلصقناش.
كما راك تشوفي سيداتي. الآن نحط بياض البيض بهذه الطريقة، ما نكتروش باش برك تلصق العجينة تاعنا. نحطوها هكذا بهذه الطريقة ونغلفوها، نحو الزائد. هنا الأطراف ما يهموناش بزاف، راحين يخرجوا دي شوت. نسقم المستطيل اللي تحصلنا عليه، سيدتي هنا نقطعوها على شكل شرائح، العرض تاعها يكون 1 سنتيمتر. ما نقدرش سيدتي نقطعها مباشرة، لازم نحطها في البراد على الأقل ساعة ونقطعوها باش ما يتخلطش اللون البني مع الأبيض. هذه نخبوها. ونجبد العجينة تاعي اللي كنت وجدتها من قبل وحطيتها في البراد. نغيرها. هنا سيدتي هنا سيدتي نقطعها مباشرة، ما تخلطتش، ونقطعها هكذا حتى يخلص المستطيل تاعي بهذه الطريقة. نحتاج صينية، هادو ما نحتاجهمش هنا. كما كل مرة نقول لك هذه الملاحظة، عجينة صابلي ما تحتاج أنك تدير لها الفارينة، تحطيها مباشرة. ديري حسابك سيدتي أنه الكاطو هذا راح يكبر فيه الخميرة، ما يطلعش لكنه يعرض. نحطوا الكاطو تاعنا في الفرن، نكونوا سخناه من قبل على اقل ربع ساعة. درجة الفرن تكون 180 درجة، ومدة الطهي تكون 25 دقيقة. نحطوه يطيب. ونتلاقاو اعزائي المشاهدين بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، الحلوة تاعنا طابت كما راكي تشوفي، زادت في الحجم لأنها تحتوي على الخميرة الكيميائية، هذا شيء طبيعي. الآن نزينوها بعد ما خليناها تبرد. الواجهة نخلوها هي هي. سيدتي نحطوا مربى المشمش عفوا في الأطراف بهذه الطريقة. حاولي انك ما تقيسيش الواجهة. ونحطوها في الفستق يكون مرحي، ولا ما عندكش تقدري الجلجلان. نزيدو الحبة
تانية نحط معجون أو مربى المشمش في الأطراف، ونمرروه في الفستق بهذه الطريقة. سيدتي، أنا كنت وجدت حبات من قبل، حطيتهم في صحن التقديم. سيدتي المشاهدة، حلوة الشطرنج راهي واجدة، إن شاء الله تكون نالت إعجابك، وأني متأكدة أنك راح تجربيها باش تفرحي خاصة أطفالك. لحقنا إلى آخر الحصة، نتمنى لكم أمتع الأوقات. كانت معكم السيدة حفيظة علي عزوز، صاحبة محل حلويات الأفراح بدرارية الجزائر العاصمة، ونقول لكم إلى الملتقى في حصة أخرى ووصفة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء. Shoo-bidi-bidi-wop-doo-ba-doo-da-ba-ya-ba-da-da-ba-ba-da-da-ya-ba-doo-da-ba-ba-da-da-ya-ba-doo-da-ba-ba-da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 -da-ba